أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناة الجزائر أنوان، والبداية بالعناوين. الجزائر تحتضن فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. وزير التربية يتفقد سير امتحانات البكالوريا في يومها الثاني في ولاية تيبازا. مديرية التربية لولاية قسنطينة تسخر كل الإمكانيات لإنجاح امتحان شهادة البكالوريا. مديرية التربية لولاية النعامة توفر النقل لمؤطري وحراس شهادة البكالوريا. مديرية الشؤون الاجتماعية والتضامن بالبويرة تنظم يوما تكوينيا حول تقنيات التكفل بالطفل المصاب بالتوحد. عائلة من ولاية عين تيموشنت تناشد السلطات المحلية. قصر الحاج أحمد باي يأخذ الوفد الإعلامي العربي السياحي إلى عصر الملوك والبيات بهندسته المعمارية القديمة. بداية، تحتضن الجزائر فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم المنظم هذه السنة تحت شعار تبرع بالدم تبرع بالبلازما. شارك الحياة شارك كثيرا. يومي 13 و14 جوان بمشاركة وطنية وأجنبية للفاعلين في هذا المجال. وحسب بيان للوزارة فإنه سيتم إطلاق برنامج ثري وفعاليات مختلفة لترقية التبرع بالدم. تنظيم مجموعة من الأنشطة على مستوى المؤسسات والهياكل الصحية المتواجدة عبر كافة التراب الوطني من خلال عقد ندوات وتنظيم أبواب مفتوحة وحملات التبرع بالدم، برمجة حصص توعوية وتحسيسية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية المحلية والأجنبية. أشار ذات البيان إلى أن منظمة الصحة العالمية اختارت الجزائر لاحتضانها طبعة سنة 2023 الذي يركز بشكل أساسي على المرضى المحتاجين إلى عمليات حقن الدم مدى الحياة، ما يشدد الدور على الذي يمكن أن يؤديه كل فرد من خلال القيام بهذا العمل النبيل ليتسنى لجميع المرضى تلقي العلاج في الوقت المناسب. وفي خبر آخر، شرع وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد في زيارة عمل لولاية تيبازا اليوم الاثنين. وجاءت زيارة وزير التربية لتفقد سير امتحانات شهادة البكالوريا في يومها الثاني، حيث يجتاز الممتحنون مادة الرياضيات عبر كل الشعب التعليمية. ويجتاز اليوم تلاميذ البكالوريا امتحان الرياضيات في كل الشعب العلمية والأدبية مع تفاوت في مدة الامتحان، حيث يمتحن تلاميذ الشعب الرياضية والتقنية 4 ساعات ونصف، فيما يمتحن تلاميذ الشعب الأدبية 2 ساعات ونصف. سخرت مديرية التربية لولاية قسنطينة كل الإمكانيات لإنجاح امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023. تغطية للزميل بلير طارق. قسنطينة هذه السنة أحصت 75 مركزا، منها 72 مركز للمتمدرسين أو النظاميين و23 مركز للأحرار. مجموع المترشحين 24,717 مترشح، منهم 16,593 مترشح متمدرس أو مترشح نظامي. المترشحين الأحرار 8,124 مترشح. هناك مركز للأحرار على مستوى مؤسسة إعادة التربية بوصوف. بالنسبة لنا وفرنا العدد الكافي من المؤطرين، عدد من فوق 7,000 مؤطر على مستوى كل المراكز. هناك 49 مركز خصص لإطعام المؤطرين وحتى أبنائنا التلاميذ الذين يأتون من مناطق بعيدة. كل الوسائل والإمكانيات تم توفيرها سواء من طرف وزارة التربية الوطنية من طرف سيد ولي الولاية ومختلف مسؤولي المقاييس على مستوى هذه الولاية. شكرا جزيلا سيدي من ذوي الاحتياجات الخاصة كم العدد؟ والله فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم العالية نحصي 28 مترشح، منهم 7 إعاقة بصرية و 21 إعاقة حركية. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم طورة جهة 2023 دورة شهادة البكالوريا، نسأل الله التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله جميع واحد مقبل عليها التوفيق إن شاء الله وننجحوا، وإن شاء الله تكون في المتوسطة في المتناول الجميع، وإن شاء الله تكون الأسئلة سهلة وربي يوفقنا إن شاء الله. وفرت مديرية التربية لولاية النعامة لمؤطري وحراس شهادة البكالوريا حافلات نقل عبر بلديات الولاية، وذلك لتفادي الغيابات والتأخرات عن مراكز الامتحان. تغطية للزميل ساسي بخدا.
مقياس النقل في امتحان شهادة البكالوريا، فتحت إشراف سيد ولي الولاية تم تسخير حافلات لنقل الأساتذة الحراس والمؤطرين، وهذا الأمر الذي ساهم في نجاح امتحان شهادة البكالوريا في اليوم الأول، وأيضا سبقه نجاح امتحان شهادة التعليم المتوسط. إذن توفير النقل لكل الأساتذة الحراس والمؤطرين، وأيضا لا ننسى أن نتقدم بشكل جزيل لسادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية تحت إشراف سادة رؤساء الدوائر لتكفلهم بنقل أبنائنا المترشحين، ونسبة الغيابات في اليوم الأول التي لم تبلغ 0.77%، إذن هذه النسبة تؤكد على أن كل السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية قد وفروا النقل لأبنائنا المترشحين لهذا الامتحان من مقر سكنهم إلى مراكز الإجراء. وأيضا المبادرات الشخصية من طرف سائقي سيارات الأجرة الذين أيضا عكفوا على نقل بالمجان المترشحين من مقر سكنهم إلى مراكز الإجراء، فالكل مشكور على هذا الالتفاف وعلى المساهمة في هذا العرس الوطني. نقدم الشكر لمديرية التربية على كل حال فيما يخص توفير النقل. بصفتي مؤطر امتحان من مدينة مسرية إلى مدينة بليود، وجدنا الحافلة في انتظارنا، وكذلك الحافلات في كل اتجاهات البلدية لولاية نعامة، مثل عين بالخليل، مثل بن عمار، مثل عين سفرة، مثل صفيصيفة، وهي مشكورة على ذلك. الأساتذة المقبلون من بن عمار لحراسة البكالوريا في مدينة مسرية، و نحن في ظروف مستقرة باعتبار أن الدولة ساهمت بالكثير في العملية وسخرت حافلات نقل تنقلنا صباحا وتنتظرنا المساء لنعود إلى أهلنا بعيدا عن المعاناة التي اعتدناها في سنوات الماضية، وهم مشكورون على هذا. نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والتضامن بالبويرة يوما تكوينيا حول تقنيات التكفل بالأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد والتريزوميا. تفاصيل أخرى مع الزميل سالم بن زيتون. نظمت مديرية النشاط الاجتماعي بالبويرة بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان والمؤسسة الاستشفائية المختصة في الأمراض العقلية بسور الغزلان يوما تحسيسيا حول تقنيات التكفل بالأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد والتريزوميا، وذلك للتعريف بتقنيات الجديدة المستعملة للتكفل بهذه الفئة وإدماجهم في المجتمع. تزامنا مع الاحتفال وتكملة للبرنامج المستطر من أجل الاحتفال باليوم العالمي للأطفال المصادف الأول جوان، هذا تكملة للبرنامج اللي ارتأينا إلى تنظيم يوم تحسيسي وإعلامي حول تقنيات التكفل بأطفال مصابين بطيف التوحد وكذا التريزوميا. هذا اليوم اللي راح يسمح لنا لكل المختصين وكذا الأولياء بالتعرف على التقنيات الجديدة في مجال التكفل بهذه الشريحة، وإن شاء الله في نهاية هذا اليوم راح يخرجونا بتوصيات اللي راح نتبعوها وراح نرافقوا بها الأولياء في تقنيات التكفل بهذه الشريحة إن شاء الله. في إطار تعزيز الصحة النفسية وفق البرامج المسطرة من قبل وزارة الصحة، ارتأت المؤسسة تاعنا إقامة يوم تكويني يستهدف التقنيين من نفسانيين وأرطفونيين من أجل التكفل الأمثل بفئة الأطفال المصابين بطيف التوحد واللوتيزميا تي 21. لاحظنا مؤخرا مع نهاية جائحة كورونا ومع نهاية فترة الحجر أنه طيف التوحد ضاعف تقريبا بنسبة 3 أضعاف، حبينا نديروا هذه الفعاليات من أجل تدعيم الكوادر التقنية والطبية من أجل يكون التكفل مثالي لهذه الفئة الهشة من أطفال التوحد من أجل إدماجهم يعني في الحياة اليومية الطبيعية. تناشد عائلة علي محار ببلدية المساعيد بعينة مشند السلطات المحلية من أجل إيجاد حل لهم بسبب طردهم من المسكن الذي انتهت مدة عقد الكراء فيه. تغطية للزميل بودمع بارودي. عائلة علي محاد ببلدية المساعيد ولاية عين تيموشنت تعيش ظروفا اجتماعية صعبة، يبيتون في العراء ولمدة 4 أيام بعد طردهم من مسكن انتهى عقد إيجارهم فيه. يطالبون السلطات المحلية من أجل ترحيلهم لسكن لائق يحفظ كرامتهم.
أنا مواطنة جزائرية ساكنة ببلدية المساعيد دائرة العمرية ولاية عين تموشنت. كنت ديجا فوت يا مسؤولين ويا خالتي ناشدت السلطات من قبل. يوم 5 مارس الماضي 2023 كنت مستأجرة على أحد الخواص ورا ديجا عطاني مهلة 15 جور وزادني مهلة ودروك الحق ديالي وين خرجني وخرج لي صوالحي برا. اشتكيت وناشدت السلطات المعنية، توجهت لمقر البلدية المساعيد، قال لي رئيس البلدية ما عندي ما ندير لك، كان وعدنا مقبل وقال لنا مور رمضان ان شاء الله ندير لكم حل، ودروك خالف الوعد وراه يقول ما عندي ما ندير لك. درنا براوات اشتكينا، لا حياة لي من تنادي، حتى واحد ما سمعني. ناشد السلطات المعنية وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقال يا عمي تبون غاغد هذه هي الجزائر الجديدة، ترمي بناتها للشارع رضيعة في عمرها عام يرموها لي للشارع، أنا بناتي راهم مرضى بالحساسية، أنا بناتي هذه النسمة تاع الهواء ما تقدر لهاش، كيفاش ترتمى للشارع؟ طفلة في عمرها 4 سنوات ترتمى للشارع، بنتي راهي بالبومبا تتمشى، كيفاش يباتوا برا؟ رانا في 4 أيام في 4 جوغ، رانا من يوم الأربعاء يوم 7 جوان وحنا برا، إلى متى هاد الحقرة؟ إلى متى هاد الظلم؟ راني من 2017 من 2017 وأنا دافعة دوسي، رانا في 6 سنين وحنا دافعين دوسي، الزوج تاعي ما يتقاضى ولا، كيفاش غادي يدير لي عقد إيجار؟ هنا يلفو يحكم عليا ويخرجني، وين نروح؟ أنا وين نروح؟ أنا جزائرية وعندي حق، هذه هي الجزائر الجديدة؟ السيد رئيس الجمهورية قلت باللي ما نحبش ولاد المليون ونص مليون شهيد يسكنوا بيوت القزيرية، وما أدراك ولاد المليون ونص مليون شهيد يرتموا في الشارع، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين سي مول خلوة بشير رئيس بلد المساعيد. ليام سين نهار الأربعاء جاتني واحد الانشغالة تاع واحد المواطنة خرجها واحد المواطن كانت كارية عنده وخرجها بالحق بالعداله وكانت كاريه عندها صافي 3 ولا 4 وخرجها من حق هذه وجات تشكي البلديه هنا قلت لها يا بنتي ما عندي اي مقر نعطي لك كون عندي اي حاجه اللي نفرج عليك دوك نفرج عليك ما عندي لا باطيمات لا سوسيال لا ريفي لا والو قلت لها راكي دايره الملف تاعك في 2017 وكاين جماعه داير السكان داير من 2011 ندرسوا الوضعيه تاعها وتاع المواطنين وبالاولويه واللي عنده حق يدي حق وانا كان عندي غير حاجه غير مقر حاجه وقسما بالله العلي العظيم غير نفرج عليها ما نبغيش حاجه المواطن. في اطار زياره الوفد الاعلامي العربي السياحي لمدينه قسنطينه انبهر الاعضاء بجمال وهندسه قصر الاحاج احمد باي ودعوا جميع العرب بضروره زياره هذا المعلم الاثري القديم المشبع بثقافه وتاريخ بلد المليون ونصف مليون شهيد. تفاصيل اكثر في ميكروفون الزميل بلير طالق. وكعادته يحصد قصر الحاج أحمد باي بقسنطينة إعجاب الزوار.